هذا البلاء للمسلم تكفير للسيئات والحمد لله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك إلا المؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خير له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خير له. حتى قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ يعني ليس كالحساب المعهود الحسن بعشر أمثالها، لا، يعطي الله الصابرين عطاء لا يعلمون له. فإذا كان أكرم الأكرمين جعل ثواب الصبر عنده، فيا ترى كم سيعطي؟ أكيد سيعطي عطاء عظيما، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فالصبر عظيم، يقال الصبر مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقه، في مادة مرة جدا اسمها الصبر، ها؟ تستعمل بعض العلاجات. يقول الصبر لخلق الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. ما نجح إنسان في دين ولا في دنيا إلا وقد صبر. اللي تخرجوا وتعلموا ونالوا رتب ونالوا مناصب ونالوا شهادات، ماذا فعلوا؟ صبروا. لو أن من أول شيء طفشوا ما صبروا ما نجحوا، ما توفقوا. اللي اخترعوا، اللي فعلوا، اللي طلبوا العلم، اللي حفظوا القرآن، اللي حافظوا على الصلاة، اللي حافظوا على الطاعة، اللي بروا والديهم، اللي وصلوا أرحامهم، أبدا لا يمكن أصنع الإنسان شيئا إلا بالصبر. فلا بد من الصبر. فالبلاء عندما يصيب الإنسان ما له إلا أن يصبر. إذا ما صبر ماذا يفعل؟ لو أنه شق الجيوب أو شمخ الوجوه أو أحث التراب على رأسه ماذا يستفيد؟ لو سب وشتم ولعن ماذا يستفيد؟ يزداد إثما فوق البلاء الذي أصابه، لكن ليس أمامه إلا أن يصبر ويحتسب.